خير جليس في الأنام كتاب، والصالون الدولي للكتاب عالم يقصده كل محب للقراءة. جينا نشوفوا لي ليفغ تاع سبيسياليتي ولي ليفغ أخرين تاع ثقافة نحبوا نتقفوا، وجبنا معنا الأولاد ثاني كش ما يشوفوا، جينا ثاني كش ما يشوفوا حوايج تاع قرايتهم وحوايج ثاني ثقافية. نستقدم الأبناء والأطفال والطلبة، الطالب والتلميذ الجسر الأول الذي يمكنه من العلم والتحبيب إلى العلم هو الكتاب. أنا ككاتب هذه أول مشاركة لي في المعرض، وأرى هناك استحسان كبير يعني من المقبلين في المعرض، وبالنسبة لي يعني المعرض هذا راح يكون سبيل لأهداف قادمة بإذن الله بالنسبة للقارئ والكاتب. ما يميز هذه الطبعة مشاركة قياسية لدور نشر دولية ووطنية بفضل قرار رئيس الجمهورية بإعفاء جميع دور النشر المشاركة من تكاليف إيجار الأجنحة والرسوم الجمركية، إضافة إلى استحداث منصة رقمية تسمح للمهتمين بزيارة المعرض افتراضياً. راح تكون هناك ندوات فكرية، ندوات أدبية، ولقاء مهني أيضا حول النشر في الجزائر، وأيضا ندوات فكرية حول الترجمة، حول الذاكرة، وأيضا على هامش المعرض الدولي للكتاب وزارة الثقافة أيضا ستنظم نشاطات حول الكتاب عبر مختلف ولايات الوطن. وعلى هامش التظاهرة انطلق البرنامج الثقافي للصالون الدولي للكتاب، والذي تشارك فيه إيطاليا كضيف شرف، فرصة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وامتنانا لاحتضان الجزائر لمثل هذه التظاهرة الثقافية والتي تعد بالموازاة فضاء لتكريم المفكرين والأدباء.